مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبيباتي. اليوم راح نعمل وصفة للشعر كتير كويسة تنعم وتطول وتغذي الشعر. صراحة انا هاي الوصفة بين فترة وفترة بعملها، او اي وصفة اللي فيها البيض. طيب هون راح اخذ حبايبي صفار بيضة وحدة كاملة، صفار بيضة وحدة كاملة، وكل وحدة حسب نوع شعرها. انا صراحة دائما اعتمد بهيك وصفات على فروة الشعر. زين، على فروة الشعر احب اسوي بياض البيض على صفار البيض على فروة الشعر كتير كويس. هنا حبايبي انا قبل فترة سويت لكم زيت الزنجبيل بجوز الهند، عملناه كتير حلو مع هاي الوصفة. رح نخلي زيت الزنجبيل كل وحدة حسب طول شعرها. طيب، وراح نخلطه كله مع بعض، يعني تخلون ملعقة اكل كبيرة من زيت الزنجبيل. زين، وتخلطوا مع بعض حبايبي زي ما انتم شايفين كيف انا خلطت بياض صفار البيض العفو مع زيت الزنجبيل. واللي ما عنده زيت الزنجبيل تقدر تعصر قليل من الزنجبيل وتاخذ الماء تبعته وتخلطه مع صفار البيض ومع تخلي مع صفار البيض وتخلي ملعقة وسط من زيت جوز الهند. يعني حبايبي عندها زيت الزنجبيل حط ملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل. اللي ما عنده زيت الزنجبيل تخلط الزنجبيل وتاخذ ملعقة كبيرة من الماء الزنجبيل مع ملعقة وسط من جوز الهند وتخلطي كل هذا مع البيض. بعديها تاخذون كمان ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وزيت الزيتون كتير كويس للشعر. هاي الوصفة تعطي تغذية كتير حلوة وتطول الشعر الصغير اللي يعني بالشعر. اكو كثير من الخوات عندهم شعر كتير صغير بفروة الرأس، هذه مع الاستمرار تطول. راح نحتاج حبايبي العسل، العسل مرطب للبشرة. وبحالة حبايبي ما عندكم عسل مو ضروري، يعني لا تتقيدوا فيه، ملعقة وسط أو كبيرة من العسل مو مشكلة حبايبي. شوفوا المواد اللي قاعدة أخليها كلها مغذية ومرطبة للشعر، يعني راح تغذي الشعر كتير منيح. حاولي كلها تخلطيه مع بعض هيك تقدرين تستعمليه. اللي حابة مثلي أنا، لأني أحب شلون تقول تبطي للشعر اللبن زين او اليوغوت، زين اللبن او اليوغوت ينطي هيك نعومه كتير حلوه للشعر. فاللي حابه حبايبي تخلي مع هاي الوصفه ملعقه اكل من اللبن، هي اليوغوت. طيب، وتخلطوا كمان حبايبي مع بعض. بعد ما تخلطيه تحطيه على الشعر بالكامل، السيبي حبايبي على الشعر تقريبا ساعه، يعني على وقت هسه. شوفوا انا هسه راح اخليه بعد عرض الفيديو يعني ساعة، لان تعرفون رمضان، وبعديها تغسلي من شعرك. اللي حابة حبايبي تقدر تحط معاه فيتامين اي للشعر اللي حابة، واللي ما حابة مو مشكلة، بس فيتامين اي كمان يغذي الشعر. هيك حبايبي انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد. ومع السلامة.